رعى سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن القداسة الاحتفالية لانطلاقة مجموعة كشافة ومرشدات كنيسة شهداء الأردن في مرج الحمام بعمان بحضور عدد من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات. إلى المزيد. برعاية النائب البطريركي للاتين في الأردن المطران ويليام الشوملي احتفلت مجموعة كشافة ومرشدات كنيسة شهداء الأردن بمرج الحمام بانطلاقتها الأولى بحضور كاهن الرعية الأب أشرف النمري وعدد من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات ورئيس لجنة الكشاف الكاثوليكي لأوروبا وحوض المتوسط القائد بشار المعشر وجمع من المؤمنين. وبعد قراءات من الكتاب المقدس تحدث المطران الشوملي في عظته الموجهة للشباب الكشفي عن أهمية ودور رسالة الكشافة حاثا إياهم على العمل الجاد والدؤوب في خدمة الوطن والكنيسة، كما تحدث سيادته عن زمن المجيء ومعانيه وأنواعه فقال: يعلمنا أباء الكنيسة بأن هنالك ثلاث أنواع من المجيء، مجيء السيد المسيح. هنالك المجيء الأول والثاني والثالث. المجيء الأول هو المجيء التاريخي، عندما أتى السيد المسيح في الجسد قبل 2000 سنة، ولد في بيت لحم من عذراء وعاش في الناصرة واشتغل نجارا ثم بشر وشفى وغفر ثم أسلم تألم مات دفن ثم قام في اليوم الثالث. هذا هو ملخص مجيئه الأول. جاء مبشرا بملكوت السماوات، هذا هو المجيء التاريخي الذي نحتفل بذكراه في عيد الميلاد. أما المجيء الثاني فهو المجيء الروحي، المجيء الحاضر. يسوع المسيح حاضر بيننا، يجيء إلينا بالنعمة، يجيء إلينا عندما نسمع كلماته في الإنجيل المقدس، هو الذي يكلمنا عندما نسمع كلمة الله، يأتي إلينا بالنعمة من خلال الأصار السبعة، فمن خلال العماد مثلاً نصبح أبناء الله بالتبني، نصبح أبناء مثله هو الإبن، نصبح ورثة للملكوت، نصبح هيكل للروح القدس. وبالأصار السبعة وخصوصاً في سر القربان الأقدس نحن نحتفل في الحاضر بمجيء المسيح. هو مجيء روحي، مجيء بالنعمة. أما المجيء الثالث والذي يتكلم عنه إنجيل هذا الأحد فهو مجيء المسيح المجيد في نهاية العالم أو في نهاية حياتنا كديان عادل ورحيم. وألقى قدس الأب أشرف النمري راعي كنيسة شهداء الأردن كلمة رحب فيها براعي الحفل المطران ويليام الشوملي وجموع المؤمنين، معلنا خلال الاحتفال عن التشكيل القيادي لمجموعة كشافة ومرشدات كنيسة شهداء الأردن. واحدة من مبادرات الهيئة العامة لبطريركية اللاتين في تأسيس عدة مجموعات كنسية كاثوليكية، ونشكر الله اليوم تم التأسيس والانطلاقة. المجموعة اليوم تتكون من 3 فرق، براعم الأشبال والأشبال والكشاف. عدد المجموعة حوالي 75 فرد بالإضافة إلى 16 قائد مؤهلين، وإن شاء الله طموحاتنا للسنة الجاية يكون في عنا تأهيل أكثر للقادة وفي عنا فرق موسيقية أكثر، وإن شاء الله كل سنة وإنتوا سالمين، وشكرا لدعمكم لنا، يعطيكم العافية. وبعد أن أدت مجموعة الكشافة البالغ عددهم 75 كشافا و16 قائدا الوعد الكشفي،
قام سيادة المطران بتدشين وتقليد الفولارات لأعضاء المجموعة الكشفية الجديدة وتسليم الدروع لكل من ساهم بانطلاقة المجموعة على وقع ترانيم قدمتها جوقة الكنيسة.